عن بدايات آلاء حسين، البطاقة الشخصية والتعريفية لآلاء حسين. تمام. آلاء حسين بلشت أنا طبعاً كدراسة اختصاصية بمعهد. قبلها نرجع شوية. قبلها شنو؟ البطاقة الشخصية. البطاقة الشخصية يعني إيش قد؟ يعني آلاء حسين فلان فلان. آلاء حسين علي. آلاء حسين علي سلمان. أو أتريد اللقب همينه؟ لقب. شوف إحنا لقبنا أبو القماشي اللي هي من العوائل البغدادية، اللي كانت العوائل البغدادية عموما تتلقب بلقب المهنة اللي كانوا يمتهنوها، فهي مهنة كانت خيوط الذهب بالقمشي بأثناء الفترة العثمانية وهيك شيء. آه تمام. أبو القماشي. والنعم. والله نعم. الله ينعم عليك، ما عرفنا من حالك، ما شي يقولون في المناسبات السعيدة. أي. شنو بعد؟ الدراسة، المنطقة، النشأة، الولادة. الولادة بالوزيرية. بالوزيرية. واللي هو بيت جدي وولادة والدي وولادة جدي أيضا كلهم بالوزيرية. وبعدين طبعا بعد ما يعني والدي وإخوانه وكذا إنه كل واحد استقل، فكل كل واحد عاش. هم بقيت بالوزيرية عاش. لا جزء من عمامي ظلوا بالوزيرية. إحنا لا تحولنا، أنا متزوجت بعدين تحولت إلى منطقة أخرى وهكذا. تمام. يعني الحياة هي هيك. الدراسة الابتدائية. الدراسة الابتدائية بمدرسة دار الإمارة. دار الإمارة. دار الإمارة. مدرستي اللي أحبها جدا. أو المتوسطة كانت في ثانوية. زميلاتك بالابتدائية تذكريهم؟ طبعا. نعدد أسماء من عندهم؟ أكيد أكيد. أول واحدة سالي منصور اللي هسه هي خارج العراق، ووالدتها ست تغريد كانت مدرسة الرياضيات. أيار عادل كاظم، أسيل حسن، يعني عندي هواية صديقات. المعلمات ست هنا مدرسة الإنجليزي، استعزت مدرسة العربي، استغريد مدرسة الرياضيات. زين. ذكرهم. أقرب معلمة إليك؟ أقرب معلمة إلي ست هنا مدرسة الإنجليزي وست استغريد مدرسة الرياضيات. أكيد. أيوة جميعاً. أي والله كان كلش أشكرك، ذكرتني بيهم، كلش أشكرك. الله يسلمك. نروح لمعهد الفنون الجميلة. نعم. هذه المرحلة اللي قد تكون انتقالة كبيرة ومهمة ونطافة بحياة آلاء حسين. تمام. معهد الفنون الجميلة، تعرف دراسة المعهد تجي بعد المرحلة المتوسطة بالدراسة. أنت اختاريت هذا الطريق، عندك مواهب، الأهل بالضبط. كانت أرسم. كانت أرسم، أحب الرسم، فدخلت معهد الفنون الجميلة قسم الفنون التشكيلية لهذا الهدف. حلو. داخل لا تمثيل ولا مسرح. لا تمثيل ولا مسرح ولا أي واحد. فدخلت انه ارسم ودخلت فنون تشكيليه، واحب الفنون التشكيليه واحب النحت جدا. بس بداخل المعهد اول سنه شفت مهرجان المسرح اللي هو طلبه قسم المسرح يسووه مهرجان سنوي الاطاريح مال الطلاب اللي يشتغلون الممثلين واللي ديكور واللي كذا. حبيت فكره العمل الجماعي. تعرف المنجز التشكيلي هو منجز فردي. طبعا. انت وحدك، انت ورقتك، انت ولوحتك، انت جهدك وحدك. فحبيت فكرة العمل الجماعي، روح التعاون بيناتهم كانت جميلة بشكل غريب، فحبيتهم كلش. يعني قالوا إذا عجبك إنه خلص يعني عادي، يعني وإذا فنون تشكيلية عادي تدخلين تمثلين ويانا دور صغير ما أعرف شنو هيك إنجر. يعني شافوا زملائي إنه شوية عندي ملاحظات مثلا إنه التكرار المونوتون وما أعرف إيش، فإنه ها أوكي إنتي زين ممكن تصيرين زينه. يعني بعدش ما انضميتي ملاحظاتك. اي يعني لانه تعرف مرات لانه احنا طلبه كلنا، فتحس مثلا انه اتذكر لي هسه حوار عند ممثله تقول وماذا بعد الرحله، فتقولها ثلاث مرات، فثلاث مرات كانت تقولها نفس الشيء، ماذا بعد الرحله، ماذا بعد الرحله، ماذا بعد الرحلة. فقلت له ليش هيك تكررها بهاي الطريقه؟ يعني ليش ما تاديها بغير اداء انه مختلف، انه واحد بالفعل محتار وهذه انه ها زين انت زينه شويه والله. اي فمن اوكي اشتغلت بأطروحة أحد الطلبة وشافوني. يعني أكو ناس من خارج المعهد يجون يشوفون أعمال المعهد، لأن المخرجين والمخرجات اللي كانوا يقدمون أعمال بالمعهد إضافة للأساتذة يقدمون أعمال مميزة، يشوفون ممثلين ممثلات إذا كانوا زينين أيضا يأخذوهم للعمل الفني الاحترافي. فأكو ناس شافوني ودخلت إلى مسرح الرشيد بعمل
الثالث من بطولتي كان أول عمل كان أطروحة الطالب، العمل الثاني كان بستان الكرز على منتدى المسرح. لا كله مسرح كله مسرح. والعبا لا نهائياً.